المشاكل البسيطة اللي علاجها ما بياخدش 10 دقايق وكل حاجة تبقى اتحلت. لو ابتدينا واتكلمنا مثلا في موضوع الجفون، سواء حصل فيها سقوط سواء في الجفن العلوي او شوية ترهل في الجفن السفلي، هل دي فعلا 10 دقايق وممكن المشاكل كلها تتحل؟ طبعا ما بقاش البيشنت وهو جاي متخيل ان هي 10 دقايق ومشكلته اللي مضايقاه، وبالذات في العينين علشان الاي كونتاكت هي اللي بتبين لنا السن، وهي اللي بتبين لنا حالتنا نفسيا. كان في ناس تيجي تقول لك انت مجهده ليه من اللوك بتاع عينيكي، فما بقاش متخيل ان هي 5 دقايق وهيخرج يبقى المشكله اللي مضايقاه اتحلت تماما. ففي بقى كذا حاجة نقدر نعملها لترهلات الجفون العلوية والسفلية على حسب الحالة بعد ما بنكشف عليها. يعني من ضمن الحاجات اللي بنشتغلها في ترهلات الجفون حقن البوتوكس، أقدر أرفع بيه الترهل بتاع الجفن العلوي، نقدر نرفع التيل بتاع الحاجب بحيث ان الترهل معانا يتشد. ونقدر كمان يعني هنا حقنت في جيوب بين انتفاخات تحت العين، احنا دريناها بحقن الفيلر لان الانتفاخ هنا مش كبير، فقدرنا بس بحقنة فيلر في التجويف اللي تحت الانتفاخ اللي احنا نداري الانتفاخ اللي حصل، ودي ما خدتش 5 دقايق بالظبط. يعني الانتفاخ اللي بيحصل تحت ده او جيوب كده بتبقى موجوده، يعالجها بالفيلر و5 دقايق بتبان النتيجه على طول. بالظبط، يعني الفيلر بنستخدمه في الحفره اللي تحت الانتفاخ بحيث ان احنا نداري الانتفاخ اللي حاصل والجيوب اللي تحت العين. بصي هنا باينه قوي فرق. لا هنا ترهل، اشتغلنا بقى بالبلازما جيت، اشتغلنا بجهاز البلازما جيت اللي بيشيل لنا الترهل طبقات الجلد الزياده دي عن طريق دي بعد الحرارة. كام جلسه؟ يعني احنا اللي احنا شايفينه ده يا دكتور، احنا شايفين منظر قبل وبعد. ده بعد كام جلسه هي بتوصل للمرحله بعد دي؟ بعد 3 جلسات لان هنا الترهل سيفير شويه، يعني جت في حاله متقدمه سن كبير، فضلت سايبه نفسها من غير اي كريمات، من غير اي جلسات، تيجي تقي نفسها من التجاعيد من غير ما كانت بتحقن بلازما نهائي، فوصلت للحاله السيفير دي. دي هنا واضحه جدا الانتفاخ والجيوب واضحه تحت الجفن، شديده. دي اشتغلنا بقى فيها حاجتين، يعني ما احتاجنا نعمل كومباين سيرابي، يعني خدنا فايده البلازما جيت بان هو يشيل لنا طبقه من الانتفاخ اللي حاصله ديت ويصغره تماما، وبعد كده الحفره اللي تحت الانتفاخ دي مليناها بالفيلر. ديت جاب لنا في نفس الصوره الفرق بين العين. ده العين هنا كمان كنت تحسي بيفور ان هي زي ما يكون فيها جحظه شويه. بالظبط،